اللهم اجعلها خير، اللهم اجعل. وش بغيت؟ ولك ايه؟ موجود في الحارة عامر. ايش ايش ايش؟ تعال ضروري، عندي مشكلة انا، تعال عندي مصايب لراسي. ايش فيك عسى ماشر؟ تعال اصبر، تعال عندي داء، عندي داء وداء وداء وداء. ايش فيك؟ تعال ما صدقت على الله، افتك منك. ايش تبي؟ ايش تبي؟ اي ورقة؟ ايش فيك؟ وينك انت؟ وينك؟ ارسل لك عشان الله يجعل خير، الله يجعل خير. الادمي ذا انا ما فهمته يا جماعة الخير، احد يفهمني. ترى مبلغ بسيط، مبلغ بسيط، مو ذا ذا ذا، مبلغ بسيط. يعني السالفة فيها دفع؟ اي مبلغ بسيط ترى. شو المصيبة اللي انت فيها؟ اخلص. انا الله الله، مرسل لي لوكيشن بعدين لوكيشن بعدين مقطع بعدين لوكيشن بعدين. ايش قاعد يسوي ذا؟ دقيقه خلني اشوف وين هذا. تقريبا اللوكيشن 17 دقيقه، بروح له. ايش اسوي؟ ضبطني يا ابو علي. ها سلمت، سلمت، ما قصرت. شوف ايش يقول هذا. الله ياخذ ابليسك، هذا جزاي. الله مشكله. انا بوليت بناس يا ابو علي، بوليت بناس. جاك الكرك بهاللون؟ يا الله يا الله، الله يشغلها في نفسه، شغلنا قسم بالله. ها ها يا ابوي، انت قاعد تاكل يا ابوي. ايش تقول؟ ايش تقول؟ ما بينت ايش؟ يابا ما بينت فيك 56. اخلص تعال، قل لي ايش المصيبه اللي انت فيها. قل لي يلا. ها شو المصيبة اللي انت دخلت فيها؟ شو المصيبة يا اخي؟ قل لي، صارحني يا اخوي. ما راح اقول لك الا دقيقة. يلا ها خلاص 17 دقيقة وانا عندك. يلا مع السلامة. خلاص يلا يلا، سكر سكر سكر، لا تدق. وصلت. ها هذا اللي تبيه. شوف الاغراض، شوف الاغراض. انت بتفهم ولا لا؟ طيب انا قلت لك شيء. طيب يبا سبع رجاجيل يبا، ما شاء الله المصيبه. ايش فيك؟ سبع رجاجيل ايش؟ اي سبع رجاجيل ما شاء الله المصيبه يبا. سبع رجاجيل ما شاء الله المصيبه، شلون يعني؟ ما فهمت. ما شاء الله المصيبه يبا، عندي طايح مصيبه انا ترى. مصيبه شنو؟ وين ذا المصيبه؟ تعال هنا المكتب، اخلص تعال. يلا قاعد انتظر، شوف اغراضي كلها يبا. شو المصيبه اللي انت فيها اللي سبع رجاجيل ما شاء الله؟ طيب تعال اعلمك. طيب شو اللي صار؟ يا الله. طيب تعال افهمك. طيب انا ابي افهم ذي وش هذا؟ وش هذا؟ ملابسي واغراضي. شبي في ملابسك انا؟ تبي تعطيني انت ولا شنو؟ ايش فيك انت قامعه؟ ايش تبي انت الحين؟ ايش تبي؟ قامت استوى. وين السبع رجاجيل؟ وينهم؟ ما عليك قامت، خلينا نحل الموضوع يا اخي، ترى تعبت انا. تعبت من وش؟ يعني انت بتجيني هذا جزايه ساعدك قبل؟ يعني انت بتخلي نفسي خيرك ما يملي الخير؟ ذو 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 ذو، ما حد في خير يجيني. ايه هذا اللي تبيه؟ يعني انت اذا تبي كذا اقطعها معك عادي. انا وياك والليل طويل، انا وياك والليل طويل. يلا وين المصيبه؟ قام مخلص قام. يلا وين المصيبه؟ خلي النافذه مفتوحه. يلا وين المصيبه؟ يلا دقيقه، وين المصيبه؟ يلا قام مخلص. وين المصيبه؟ رجاجيل. اي رجاجيل؟ ما في احد. وين المصيبه؟ قام تستوى خلاص. قام انت استهبل. يا الله قام. وين المصيبة؟ أنا ما أشوف مصيبة. قام المكتب، المكتب. أي مكتب؟ شوف هذا هو. إيش فيك يابا؟ خلتني أمزح معه. خلاص يلا ورني، ورني المكتب. يلا ورني المكتب. يما ذا أحسك بارد أنت، بارد. يلا أمشي أمشي. شو المصيبة اللي أنت فيه؟ شو مهبب؟ أنت شو مهبب؟ شو مهبب أنت؟ طيب تعال يا أخي، ليش تجيك الأوراق أنت؟ ليش تجيك كل شيء؟ أنت شو مهبب؟ يا الله. هذا محل تأجير سيارات، وش مهبب؟ طيب تعال. طب جيت انا الحين، ايش تبي؟ طيب تعال يلا. ها يلا سام، طال عمرك. شو المشكله؟ عسى ما في خلاف. لا بس باقي عليه مبلغ. كم؟ 21 ريال. اي 21. طيب استوى، ايش دعوه 21 ريال؟ انت تمزح ولا تستاهل؟ اي والله العظيم هذه مصيبتك. ايه هذه المصيبه. سامحك بني، دفعت 50 وقي 21. الا يعني استهزئ فيك اذا قدام الشخص هذا ولا؟ معلش اعذرني بس، معلش. طيب. عادي اخذ راحتي.
طيب تعال تعال دقيقة تعال دقيقة دقيقة بس تعال تعال دقيقة شلون تقول لي تعال ومصيبة وشي 21 طيب واخر يدك دقيقة لا تفشلني يا شباب بس ما في شباب ما في الا واحد ما في الا واحد ستارش فيك ليش تقول كذا طيب 21 مليار يعني هذا الجزء لازم 56 يعني جايبني عشانك اعطيتني 56 تبيني ادفع 21 ايوه ادفعها طيب ليش تشق الاوراق من قالك تشق انا معي بس بدك تدفع لانك ما حقك تشق الاوراق ادفع دستور ايش دخلني انا ادفع طيب 21 صدق ولا 21 21 ريال سعودي سعودي بالقطري كم 21 وبالعماني ريالين و ريالين 100 فلس ريالين و 100 فلس نعم هذه مصيبه على كلامه ادفع 30 دفع 50 ترى انت من جدك تكلم ايدي والله العظيم كاذب ترى 30 دفع 87 ريال يعني الحين موترني وموتر المتابعين وخوش جايك من بعيد و 21 ريال اي طيب عادي ما ياثر طيب البنزين حق الطريق اللي انا جيتك طيب. فيه 50 ريال شو معنى اول عزمك واجيبك بيتنا وذا يلا يعني عادي ما ياثر طيب البنزين حق الطريق اللي انا جيتك فيه 50 ريال شو معنى اول عزمك واجيبك بيتنا وذا وذا يلا. وذا يلا يعني بدلني في العزيمه يعني ايش دعوه دستور ما تبي تدفع خلاص ما عليك ادبر روح راح تجيب جوالي اللي فيه ابل بي من السياره راح خلاص من زمان الله انا اسف ادري انك تشوفنا بنظره غريبه انا اسف والله اسف بطل ما يسمعون لقله عادي عشان نتاكد عادي اللهم شكرا يا جماعة الخير عطنا عطنا الشبكة عطنا الشبكة انت جد تتكلم ترى للحين احسبك تمزح خلاص ادفع طيب احسبك تمزح صدق ادفع طيب دستور عادي عطنا عطنا الشبكة عطنا الشبكة انت جد تتكلم ترى للحين احسبك تمزح خلاص ادفع طيب احسبك تمزح صدق ادفع طيب دستور عادي ترى ما تأثر على 20 هي مو على الواحد طيب هي مو على 21 هي على انك جايبني من بعيد طيب وين المصيبه السياره تفشلها من الرجال ادفع ادفع خلاص ايش فيك جاتك خلاص بس يبغى السياره تدفع ما صار شيء خلاص وعدنا في السياره مو هنا الله يعطيك العافيه ان شاء الله بعدين لا تجي لا تجي لا ترجع لبدايه انت بعد راجع اجل مقابله انا السيارات هنا امشي تبي شاي انا اسف تمزح انت يواني ايش فيك يبا ذا وذا وذا يبا ترى انا يبا عندي فلوس بس ابيك تدفع يعني جايبني مشوار اي ابيك تدفع ايوه ابيك تدفع عادي ما تاثر ترى هذا جزاي عزمك ذيك اليوم انا وش دخلني في سيارتك طيب هذا جزاي عزمك على رز وبلع وذا ب 56 ريال اخلص قال انا وش دخلني في سيارتك أيوه. انا عندي سيارة ليش تركبون من البدايه ليش تركبون انتم بخالد دفعنا على اللي ركبناه ايوه ما بتدفعون زياده دفع 50 ما بتدفعون زياده والله الحين توديني عند بيت ابو خالد يعطيني الفلوس ما لي دخل حتى ابو خالد بيدفع ما لي دخل الحين تروح عند بيتهم تقول له جيب فلوس الاجار ما شغل انا يبا عملتني مساليه جايبكم مناسيكم يبا جايبكم مناسيكم انا وذا 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 توكل الحين اللي بود ها قطني البيت ايه زين اوديك البيت زين روح روح صب شاي بس صب شاي اثنين صب شاي زد سكر بس زد سكر زد سكر زد سكر معليش معليش زد سكر في هناك محل شاي روح صب شاي وتعال يلا انا بعد بنتظرك بنتظرك ما خسر علي بنتظرك يلا يلا بنتظرك انا بذلتك بجيب الاغراض بس واخ والله السلام عليكم. ألف واحد بدارك. كم السلام ورحمة. مصوران. إيه تدل. إيش تبي؟ بتوديني ولا شلون الحين؟ رح خذ أغراضك راح. بتوديني ولا شلون؟ يا شيخ أخلص أخلص جيب جيب. أركب 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 أركب. جيبي بخلا راح أجيب لي ماي أجيب أنا عطشان. وتأخذ من الفلوس حقتي إيش دخلها؟ أشتري لي ماي عطشان. يبا بقى عندي ساعتين هنا. يبا عطشان يبا ما تحسن في خويك بضميرك. انا عندي سؤال بس معليش معليش عندي سؤال اول على ذايه معليش معليش عندي سؤال عندي سؤال عندي سؤال دابي. اسمعني الحين هذه المصيبه اللي ما شالوها سبع رجاجيل ايوه ما شالوها سبع رجاجيل ايوه ما شالوها سبع رجاجيل يبا 20 ريال طيب ادفعها طيب معي بس ما ابي غصب ادفعها لا طيب وين ذا السبع رجاجيل الرجاجيل كلامي ذا وذا وذا كل واحد يصرفني يبا ليتني مصرفك منظر وذا ليتني مصرفك زي انك جيتني والله دستور ايش دعوه هذا من فلوسك ذا بعد يبا ما خلاص من يوم رايح انا بصير حسود انا ما راح ادفع زقوم ان شاء الله زقوم زقوم
خليني اشرب تراني ميت عطش يا دستور. ايش فيك؟